لقاء إيجابي جد مهم. كانت مناقشة طرحنا واحد العدد ديال الإشكاليات. الإشكالية الكبيرة اللي مطروحة هي ما وقع في آخر الأسبوع والتصريحات اللي اتخذت، وكذلك المواقف اللي اتخذت ضد واحد يعني لي كومونيكي اللي هما كيتعتبروا ديال الدولة وديال الحكومة المغربية ديال وزارة الخارجية. فيعني هذا الشيء كيخلي أنه الثقة يمكن ما تكونش مع بعض الأطراف، ولازم يتخذ الوقت، وحنا بغينا حكومة منسجمة. وهذا الشيء أنا والأستاذ العنصر قدمناه وتكلمنا عليه وحاولنا نقنعوا السيد رئيس الحكومة اللي يطلب أنه غادي ياخذ شوية ديال الوقت باش يخمم في هذا الشيء، ولكن كنعتبره بأنه الاجتماع يعني هو اجتماع إيجابي ويكون الانفراج إن شاء الله.